جايز يكون تصوركم مأساة الفريق أن جماعة الإخوان المسلمين غير قادرة على مواجهة الجيش. اسمح لي، هذا وهم، وهم، لأن جماعة الإخوان عندها الجيش بتاعها. أنا حتى من مدة كده التقيت صدفة بالدكتور محمد الظواهري، ولقيت الراجل الحقيقة من تلقاء نفسه، من فرط حماسه، لقيته بيقول لي سندافع عن الشرعية في مصر حتى آخر نفس فينا. المجاهدين من أفغانستان ومن باكستان ومن الشيشان وغيرهم ألوف مؤلفة سيتوافدون على أرض مصر بسلاحهم وعتدهم، وهم مدربين أحسن تدريب، بل ومقاتلين متمرسين أيضا، غير كتائب الجماعة القتالية والمنتشرة على كل شبر في أرض مصر، والمستعدة للشهادة، المستعدة للمواجهة بكل أشكال وكافة أنواع من أجل إقرار الشرعية اللي طالب بها الشعب المصري، ومن أجل نصرة الإسلام. أنت كده خلصت كل حاجة عايز تقولها؟ أصد الرسالة وصلت. طب شوف بقى، انتوا خربتوا البلد، خربتوا البلد وضيعتوها اكتر ما كانت ضايعه بافكاركم السودة ومؤامراتكم. وبعدين انت جاي تهدد قائد جيش مصر بشويه ارهابيين؟ انتوا باين عليكم ما تعرفوني الصحيح. طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي في وش الجيش لحشيله من فوش الأرض، وهتفتكر إن الجيش ده هو اللي بتشوفه في الشارع. لا 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 لا، ده الجيش ده حاجة كبيرة قوي، أكبر بكتير من اللي في خيالكم، ويطوي البلد دي من اسكندرية لأسوان في ساعات. اهدى بس من فضل حضرتك، اسمع، انتوا لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قائمة لمدة 50 سنة جاية، تفهم؟ هي لازم نحيي الفنان ياسر جلال على دور عظيم. يعني تقمص شخصية الرئيس السيسي صعب جدا، دور عظيم لياسر جلال، ودور عظيم طبعا لخالد الصاوي وبيومي فؤاد وصبري فواز، كل الناس اللي قامت بكل هذه الأدوار، طبعا غير نجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا.